إلى كل المتابعين، نحن لم نأتي إلا لصناعة الفرح لا لصناعة الحزن، لم نقف هنا إلا لصناعة البهجة داخل بيوتنا لا لكي نصنع النكد والضيق، لا والله، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. لماذا هذا النكد يزداد يوم بعد يوم، يزداد بين فترة وفترة؟ لماذا هذا الرجل ينكد على زوجته والزوجة تنكد على زوجها؟ لماذا أنت أيها الابن تصنع النكد لوالديك؟ لماذا أنت أيتها البنية يا بهجة السرور يا أحلى الناظرين، لماذا لا تكونين أنت بهجة الوالدين داخل البيت؟ أنتم أيها الأرحام، أيها الإخوان، أيها الموظفون، أيتها الموظفات، لماذا لا تصنعون البهجة في أماكن أعمالكم وحياتكم وأموركم؟ دعوني أتساءل، وكلنا يتساءل، ما سر هذه الحرب النفسية من النكد؟ أنا ودي أسأل يا أبو محمد، وانت يا أم محمد ليش تزوجتوا؟ ودي أسألك يا أبو خالد، ليش كان حبك للعيال كبير والآن تغير؟ ودي أسألك انت يا أم صالح، كانت سلوكياتك فترة الخطوبة غير والآن بعد الزواج غير. ودي أسألك أخوي صالح، ما الذي غيرك؟ ودي انت يا زياد تسمع كلامي، ودي أخوي زياد تسمع كلامي، بوجه لك رسالة اليوم مهمة جدا، ولن أنساك أنت أيضا يا سليمان من الحديث، ولكني بقول لك شيء، أنت يا تهاني نحتاج أن نقف معك اليوم وقفة، وأنت يا نهاد بوجه لك اليوم رسالة. هذا النكد اللي قاعدين حنا نعيشه في حياتنا اليوم، وصرنا نعيش توترات نفسية، تكلم هذه وتقول والله العظيم ما يقابلني إلا بوجه مكفهر وحالة توتر نفسي شديدة جدا وأعصابنا كلها ضاربة، والثاني يقول أنا في البيت العيال مزعجيني وجابوا لي الضغط والسكر وغير ذلك من الأشياء. النكد وصناعة الحرب النفسية ربما كل يستطيعها، قد أثرت هذه النقطة في حسابنا في تويتر، يعني حاولت أنني أقول لكم أن صناعة النكد كل يستطيعه، لكن صناعة الفرح، كيف تفرح بعيالك؟ كيف تفرح ببناتك؟ كيف تفرح بأنسباك؟ كيف تفرح بعدلاك؟ كيف تفرح بجيرانك؟ كيف تفرح بزملائك في العمل؟ كيف تفرح بأهلك وجماعتك؟ كيف تفرح؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولن تغني عنك أموالك، ولن تغني عنك مناصبك، ولن تغني هذه الأشياء كلها عنك. اصنع الفرحة، اصنع الفرحة التي يتمناها السجين داخل سجنه. أقابل قبل أيام بالسجن عندنا في المحافظة استقبال استشارات، فبعض السجناء يقول لي بس أنا أمنيتي حقيقة مو قضية، أنا عارف قضيتي وعارف مشكلتي، لكن أنا ما ودي أكدر على عيالي، ولا ودي إلا أعيش سعيد معاهم. ما الذي جعله يفكر بهذا؟ لو سألت اللي في المستشفى هذا منوم له مدة طويلة إيش أمنيتك يا أبو محمد، قال يوم أجلس مع عيالي وابتهج مع عيالي. طيب أنت يا اللي ما عندك عيال الآن وتتابعني، طالعهم الآن، ناظر في الصالة جنبك، ولدك محمد وبنتك فاطمة وولدك عمر، وطالعهم تهجبهم. إلى متى وإحنا نعيش صورة من صور النكد ومشاكلنا طلعت فوق السطح وعلت، وصرنا يعني هذه الأم اللي زوجت بنتها تبي تفرح فيها، مش تصير مصدر للنكد لها؟ هذا الرجل الآن المغترب لا يحتاج أن تسعدينه، لا تصنعين له النكد، لأنه ما تغرب الآن، هو يعيش ألم البعد والعمل. هذا الرجل الذي أيضا يضرب مشاوير يومية ربما 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، يريد أن يكون سعيد. بعض الموظفات اليوم تضرب مشوار 100 كيلو 200 كيلو دوام، تطلع من الفجر ولا ترجع بيتها إلا بعد العصر. طيب اصنعوا سعادة في حياتكم، اصنعوا بهجة في حياتكم، اصنعوا ابتسامة في حياتكم.
تلذذوا بمتع هذه الحياة. الله عز وجل لما قال المال والبنون قال زينة الحياة الدنيا، فلا تتحقق زينة الحياة الدنيا لأشخاص نكديون من كل شيء يصنع مشكلة. لو جاء البيت الشمعة هذه محطوطة هنا، تخيل الشمعة هنا محطوطة أقام مشكلة على زوج. تتكلم لي بعض الزوجات لو أحط له قارورة الماء هنا يزعل، لو يتأخر الأكل شوي يزعل، لو يتأخر المرأة في طلوعها من بيتها يزعل. يا أخي أنت وديتهم استراحة، أنت طلعت بهم في بر، أنت رحت مع عيالك بحر، ليس مكان أنك تصلع النكد لهم الآن. يعني هذا النكد الذي قاعد ينتشر في أوساط مجتمعاتنا ما هو السبب فيه؟ يعني بعض الرجال أيضا مسكين يشتري الأغراض ويأتي بالمؤن، وعلشان نسى بس الكافي شوب قام البيت كله زعلت عليه بنيته وصنع. طيب يا الأم دورك الآن، أنت نريد دورك الحين، قعدي مع البنية وقولي يا بنتي أبوش تعب الآن، يا بنيتي أبوش الآن مرهق، يا بنيتي أبوش الآن متكلف، يا بنيتي أبوش الآن. بعض الآباء مسكين يعني شخصياتهم تختلف، تخيلوا أنت يقول والله أدخل بأغراضي شايلها بين يديني ورجليني وكل شيء، ولا واحد من العيال يقوم يمد يد عشان يشيل مني شيء، وأنا أصعد الدرج عشان أوصل الشقة. طيب هذا هو نخط طبعا أنه ما أحسن الإخبار والأسلوب، لكن أيضا أنتم أيها الأبناء راعوا هذا الأب مسكين يتعب ويشقى، الأم مسكينة ربما تسهر طوال الليل مع مريض عندها، ويأتي الزوج ويقول زوجتي مقصرة في حقي. طيب اسهر بدالها أنت عشان تعرف التقصير. بعض الأخوات يعني تقول صنع لي النكد بكثرة معاصيه، كما أثرت في الحلقة الماضية وأتتنا اتصالات، والله يعني سبحان الله شيء عجيب جدا، كثرة المعاصي التي يفعلها الزوج والخيانات التي يفعلها الزوج وغير ذلك الأشياء، يصنع نكد يقول صرت ما أتزين له أصلا، ما أقدر أتزين، ما أقدر أن أنا أقول له كلمة حلوة، ما أقدر، خلاص صارت نفسيتي ضايق الخاطر فيها. فلذلك أقول دعونا حقيقة نعالج هذه المشكلة، ونسأل الله عز وجل يجعلنا مفاتيح الخير.